السلام عليكم اصدقائي ومرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا اللي اليوم غنهضروا فيه على الازبال، حيت انا باغي نرمي الزبال اليوم. عنديكم معايا المزباله ديال هولندا باش نوريكم كيفاش كيرميو الازبال، ومنها فرصه انني نشرح لكم المنظر ديال الزبل كيفاش داير، شنو هي الطريقه اللي كتستعمل هولندا باش تجمع الزبل وكل شيء ديالها. المهم خلينا نبداو الفيديو، يلا على بركه الله. هاد الباس ضروري خصو يكون عندك باش تقدر تدخل لهاديك المزبله ديال هولندا بحال اللي كتشوفو دابا في الجاردان. غنخرج باش نوريكم شنو دابا. بزاف ديال الديور هنايا عندهم بحال هاد الطروات هادو، كل دار عندها الطروات ديالها، الجهه هادي والجهه اللي قدامي، وهادو تا هما اللي هنايا. المهم كلشي كيعطي واحد الطرو باش كيدير الزبل ديالو. هنايا كاينه واحد ديال هذا اللي هنايا ديال الكرتون، هذا ديال كلشي، وهذا ديال الخضروات، اي حاجه فيها الخضره كتحط هنا. بحال اللي كتشوفوا الطوموبيله عندي من اللور عامره، كنا شرينا واحد النبيره عامره فرشي وكارطون. دابا انا غادي لهاد المزباله اللي عندنا ديال هاد المدينه هادي. المهم باش تدخل لهاد المزباله هادي خصك ضروري هذاك الباص اللي عندي باش كدير له ان تشيكن. واول حاجه حيت جات دابا مع كورونا وديك الشيء، خصك دير ضروري دابا واحد الرونديفو، يعني كدير هذا الرونديفو هذا في الانترنت باش كتقدر تدخل. يعني الا ما درتيش رونديفو ما يخليوكش تدخل، يقول لك دير رونديفو هو الاول. المهم انا داير رونديفو مع جوج د العشيه باش نقدر ندخل. مي كنوصل تما كتجبر مثلا سادين الاخر، خصني ندير ان تشيكن. هذاك الراجل كيقيدني وكيقيد شنو عندي، حيت انا عندي الفرشي وعندي وعندي الكرتون. على داك الشيء ما خلي ما سيبتهمش برا، ولا ما دير حما مع الفرشي كيكون كبير صعيب انك تحطه في واحد البلاصه. على داك الشيء ما لا داك الشيء جايبو باش نحطه هنايا، وما الكرتون، ويعني لما حطيتهم شي في ديك الطروات ما قديتش نحطهم في الطروات، من الاحسن نجيبهم هنايا ونحطهم بلاصه ما نسيبهم، ومن بعد الدراري يبقاو يلعبوا بهم وديك الشيء. على داك الشيء نحطهم. انا دور الكاميرا بحال اللي كتشوفوا كاينه هذاك الباب راه هي كتسد، وخيتي اولا خصك ضروري تدوز عند خينا اللي يسجل لك دير ان تشيكن. ها هي تسد دابا، خصني نهود باش كنهضر مع ديك خانه لا يفتح لي. هاهي فتحت لي الباب، دابا عندي الحق ندخل نسيب هادشي ديالي. بحال اللي كتشوفو في الصال دابا هنايا كاينه الطرو ديال الكرتون، عندك الطروات في شكل، كل حاجه في شكل ديالها. المهم نشوفو كيفاش نسيبو هذا. كنشوف واحد الراجل جاي باغي يقرب عندي، نشوف شنو يقول لي. كنت باغي نحط الزبل ديالي لهيه هذيك الجهه، راه هي لهيه. قال لي اجي هنايا حيت هادي خاويه، حيت هذاك الكونتينر عامر، هذا خاوي يعني كتقدر تحط فيه كرتون، وكاينه كل حاجه والبلاصه ديالها. عندك هذه مثلا ديال الكرتون، ها اللي حداها ديال الاخر، حداها المطراسات، كل حاجه والبلاصه ديالها. مشيت سولت هاد خانه هذا اللي حاضي هاد البلاصه هذه، راه هو مورايا شتو كيشوف فيا بزاف حاضيني. المهم قلت له واش عندي الحق زعما ندير هنا فلوق ولا ما عنديش الحق. قال لي الا كنتي غدير فلوق ما عنديش مشكل، ولكن انا كنشوف بزاف الناس كيجيو كيبقاو يصوروا هنايا، ما فهمتش علاش. على داك الشيء كان باغي يجي يهضر معايا، ولكن ملي شرح كل الموضوع قلت له انا كندير واحد الفلوق. قال لي ماشي مشكل، دير الفلوق كيف ما بغيتي. بحال اللي كتشوفوا هنا كاينه المطارب، اي حاجه ديال المطارب كيسيبوها هنايا. كاينه كل كونتينر عنده الحاجه ديالو حاطينها هنايا، هنا البلاستيك بحال اللي كتشوفوا البلاستيك، وكاينه كل حاجه والبلاصه ديالها. غنزيدو ندورو دوره باش نوريكم المنظر كيفاش داير. هنا الحديد، اي حاجه عندها الحديد كيحطوها هنايا. هاد البلاصه هادي حتى هي هادي ديال الزبل، هادي فقط الازبال. المهم غندور الكاميرا باش نزيد نوريكم المنظر باش تقدروا تشوفوا المنظر. هادي شادينا حيت كملت صافي، كشدوها باش كيخرجوها من هنايا. هادي ديال الخبز، هادي تا هي ديال شوفو ديال شادي، هادي اللوح، هادي ديال الطايط الزرابي، شو الزرابي كاملين كيجمعوهم وكيسيبوهم هنايا. الروايض هنا، الروايض حيت تشوفوا هنا كاين الربيع ديال البلاصه ولا الزباله ديال هولندا، و
المدينه هاد الجكجيه هذيك اللي هذيك البلاصه هذيك اللي راه هي هذيك ديال الباتريات، اللي عنده شي باتريه ولا شي حاجه ديال ديال الكيمياء كيحطوها في هذيك البلاصه هذيك. وعاد عندك هنايا هاد البلايص هادو، هاد البلايص هادو حتى هما هي هادو كتجبروا مثلا، لا ماشي هاد هادو كتجبر مثلا هنايا كاينه اي حاجه الكتريك كاينه هنايا بحال اللي كتشوفوا هادو خاويه اي حاجه الكتريك كيسيبوها هنايا هادي الكتريك كتجبر مثلا بحال هادو هادو سطاوز اخر السراطه ديال الضو نيبيرات اي حاجه ممكن هنايا كيجيبوهم كيحطوهم هنايا كيجمعوهم هنايا التراب كتشوف حتى التراب كيجمعوه حتى هو هادو ديال البانيلات ديال الضاء ديال السطح ولا ديال الفوقي باش كيشدوا به الفوقي عندك هنايا ياجور وداكشي حتى هوايا هادي كانت هي الزباله ديال هولندا بحال اللي كيقولوا لا ما زباله ديال هولندا داكشي نقي المهم عندك الطريق فين تمشي فين تجي الطريق كيفاش مصاوبه وداكشي كامل كاين الناس خدامين هنايا هما اللي كيوجهوا الناس يعني كتجبر واحد ولا جوج بعمرات ثلاثه د الناس هما اللي كيوجهوا الناس وكاين وحدين اللي واقفين في الريسبسيون يعني ثلاثه د الناس اللي كيهضروا مع الناس يعني الا بغيتي دير واحد الرونديفو ولا شي حاجه في التليفون ولا عندك شي مشكل كتتصل بهم باش هما كيصاوبوا لك داكشي وكيديروا لك مثلا تقدر دير رونديفو معاهم ولا كديروا في الانترنت المهم وحده في الجوج نوريكم منظر هنايا راه الناس هما واقفين انا ما عندكم خارج جايب لكم منظر ها بنادم واقف كيتسنى باش يدخل راه هما ديك خانه واقف الطوموبيلات واقفين باغيين عاد يدخلوا لتما عاد يدخلوا لهاد المزباله هذه المهم هادشي كامل اللي شناه كيتكرر كيعاودوه كيديوه للشركات كل حاجه كتمشي لشركه سواء كان حديد ولا اي حاجه ولا تراب ولا اي حاجه كيعاودوا يكروها وكيصاوبوها وكيخرجوها بلاخر بحاجه اخرى بحال مثلا الحديد كيعفسوه كردوه صغير وكيبيعوه للشركات اللي كيديروا هاد التكرار هذا وكل شيء تقريبا اي حاجه عند اي حاجه كتحط هنايا الا وكيديوها لواحد البلاصه باش يوليو يستعملوها من جديد بلا هذه اللي شنا يعني هي مزبالة صراحة فكرة مزيانة وسهلة ماشي زعما شي حاجة صعيبة لأنك كتجيب هذيك الكونتينرز كتعمرهم بشي مادة ومن بعد كتسردو من الشركات اللي كيدورو هادشي وهاديك الشركات راه كيشريو من عندك هادشي يعني ماشي كياخدو من عندك فابور كاينة شركات إلا كان عندك الحديد راه كتبيعو كان عندك مثلا الألمنيوم كتبيعو كان عندك مثلا شي حاجة زايدة بحال مثلا غسالة ولا هادي تاهوما كيعفسوهم وكيبيعوهم يعني أي حاجة بحال هادشي هذا كامل كيتباع إلا خصك فقط الفكرة والانسان كيدير واحد البلاصه بحال اللي دايرين هما واحد البلاصه يعني علاين خارجه من المدينه ولكن هي في وسط المدينه تقريبا يعني بحال اللي كتشوفوا انا دابا راه في المدينه هي اللور ولكن في واحد البلاصه كبيره وهذه يعني شي واحد الفكره اللي واعره صراحه ومن جيت هي عجباني كتجبر مثلا مزباله حنا كنعرفوا مزباله كتدخل راه كتخرج بمصه دابا كتدخل وكتخرج بحال داخل بحوايجك حتى ديال الخدمه ولا الحوايج ديال يعني حوايج عاديين ماشي حوايج الخدمه لان حوايج الخدمه المره فيكونوا موسخين ولكن الا كنتي كتخدم شي حاجه ماشي يعني شي حاجه بحال البني ولا هادي اما يعني حوايج ديالك اللي نقيين كتقدر تدخل وتخرج وما كاينه حتى شي حاجه ما كتجبر عليك حتى شي اثار ديال اللوساخ ولا هادي يعني شي واحد الفكره اللي واعره صراحه وكتستافد منها بزاف اصدقائي انا وصلت دابا للدار مهم وريتكم واحد مزباله من مزابيل ديال هولندا كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم وإلى اللقاء أصدقائي.